حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة المشي مع العرفج. المشي مع العرفج اليوم هي استثنائية بناء على الأحداث اللي صارت هذا الأسبوع، ويمكن الحدث الرياضي أو من الأحداث الرياضية الكبيرة اللي صارت هذا الأسبوع هو هبوط نادي الأهلي النادي الكبير والعريق إلى أندية الدرجة الأولى إلى دوري يلو، وإن شاء الله يعود النادي يعني إلى المكان الذي يستحقه تاريخ الأهلي، يستحق محبي هذا النادي الكبير، يستحق كل المراحل والأزمنة اللي خلد فيها الأهلي حضور رياضي كبير وجميل جداً. اللاعب عبد الرحمن غريب لاعب النادي الأهلي هو اللي مشى مع العرفج اليوم. طبعا المشي هذا كان في شهر رمضان المبارك الماضي. خلونا نشوف ايش قالوا في المشي مع العرفج ونرجع نعلق. يا جماعة المشي خير وبركة، أنا أمشي مع الكابتن عبد الرحمن غريب، أول مرة يمشي معي لاعب من النادي الأهلي، أنا فخور فيه. عبد الرحمن أنا معجب فيك أول شيء، وفنان أنت في اللعب، علاقتك في المشي انا اشوف العيال الصغار يحبوك وانت قدوه لهم. كم ساعه تمشي في الاسبوع خلينا نقول؟ والله شوف يا مي كم ساعه امشي عادي، انا امشي كثير يعني، هذا اكثر شيء الحين في رمضان. يا سلام، عارف يعني قبل الفطور انا امشي ساعه او 45 دقيقه يعني. برافو عليك. طيب ايش طقوسك اثناء المشي؟ هل تكلم في الجوال؟ هل تسمع ماده صوتيه؟ هل تفكر؟ والله يعني كذا وكذا، امشي اوقات لحالي اسمع قران وانا ماشي في رمضان واتكلم. يا سلام. طيب القرارات اللي اتخذتها وانت تمشي، نعرف انك انت لما تمشي تفكر، هل اتخذت قرار مثلا انك تنتقل من نادي لنادي؟ هل توقع تجدد عقدك؟ هل تفكر اثناء المشي؟ لا ما في. لا يعني اثناء المشي ما في اي طقوس لك؟ لا ما في. طيب بالنسبه للمستقبل، هل عندك نيه مثلا تنتقل من نادي لنادي، ولا انت مستقر في الاهلي ونجم الاهلي؟ لا ان شاء الله اني مستقر في النادي، وجددت قبل تقريبا 3 شهور او شهرين عندي مع النادي. الله يوفقك. طيب بالنسبه للجيل الصغار الان، الشباب الصغار الان اللي يعتبروا عبد الرحمن ما شاء الله نجم، ايش نصيحتك لهم على اساس يكونوا لاعبين ممتازين في المستقبل؟ اول شيء افتخر انه اعرف يعني انه اشوف الصغار هذول يعني يشوفوني اني قدوه عندهم. يا سلام. والصبر والاجتهاد هذا اهم شيء، والالتزام في التمارين. اكيد طبعا. حبيبي عبد الرحمن انا سعدت فيك والله، ودائما تمشي معايا، وبعدين لما تسوي دوري اعزمني، خليني يا حكم يا اجيب كوره لما تروح بعيد اي شيء. حبيبي الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا يا وجيه. شكرا. شكرا للكابتن القدير واللاعب الموهوب عبد الرحمن غريب لقبوله دعوة أهلا بالعرفج لتشريفنا في المشي مع العرفج. وبلا شك أن حضور لاعب بحجم عبد الرحمن غريب هو إضافة حقيقية للبرنامج ولنا في أهلا بالعرفج. كل الشكر والتقدير والتحية له. والتعليق عندك يا دكتور. أكرر الشكر. الحقيقة عبد الرحمن أنا شفته أكثر من مرة، رجل أخلاقه عالية، متواضع، مؤدب، كل نشاطه في الملعب يحطه، والحقيقة أنه إضافة للأهلي وإضافة للاتحاد لو جاء أو للهلال أو لي نادي، هو إضافة لما نقول الاحتراف. هذا المحترف الحقيقي. قدامي مجموعة من الجوائز اللي فاز فيها، فاز بجائزة أفضل لاعب واعد. أيضا خلينا نتكلم كلام منطقي عن الأهلي. الأهلي فريق كبير، سواء هبط أو ما هبط يظل كبير. شوف القمر يا أبو يحيى، قمر، سواء جاء كسوف ولا ما جاء كسوف يظل قمر. هذا ثانيا أنه بعض الناس يقول لك تشمت، لا ما هي من خلق المؤمن التشمت أبدا. الأهلي إذا راح الدرجة الأولى فهو سيضفي إضافة على الدرجة الأولى، وحيتقوى وحيرجع أقوى وأقوى، وعندنا فرق كثير. راحت الدرجة الأولى وجد حققت بطولات، صح ولا لا؟ الشيء الثاني أنه الحقيقة مع الدوري الجديد ما عاد في فرق ضعيفة ولا عاد في فرق قوية، في فرق تحسن الاستثمار، وفي فرق ما تجيد الاستثمار. أنا أتصور أن الأهلي على كل حال هو الأهلي قوي بكل قيمه، أيضا سيعود السنة القادمة أقوى وأقوى. والله أنا أحييك أنه تكون هذه الشهادة من شخص اتحادي، وإحنا يعني شفنا شهادات كثيرة في هذا الخصوص من اتحادين بخصوص الأهلي. أنت تعرف بطبيعة التنافس والديربي والقرب من مدينة واحدة، أحيانا يعني التنافس يفرض بعض الأشياء اللي قد تكون خارجة عن الإطار أو النطاق الرياضي في الحديث عن نادي تجاه آخر.
لكن كلماتك اليوم عن الأهلي وشهامة كثير من الجمهور الاتحادي، أتكلم عن كثير من اللي تحدثوا في هذا الموضوع، حقيقة أنها يعني في محلها، وإن شاء الله مثل ما قلت أنت وقلنا وكثير من محبي الأهلي أنهم يرجع إلى وضع الطبيعي إن شاء الله في السنوات المقبلة. نعم. والأهلي قادر نعم. على العودة. أبو يحيى خذها قاعدة، أنا الآن لو سألتني عن قوة الهلال الضاربة سببها قوة النصر، لما يكون منافسك قوي أنت تتحمس، هذا نقول التحفيز. الاتحاد لما يكون الأهلي قوي الاتحاد يتحفز، أنت دائما تشوف لما يكون اثنين قرن حتى في المدرسة لما تتنافس أنت، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، التنافس الشريف إيجابي. أنا أقول لك سبب قوة الهلال الآن هو أنه النصر شد حيله تقوى، صار إيش لازم الهلال يبعث قوة. لكن شوف دكتور، يعني وجهة نظر محترمة، بس اللي يشوف المراحل المختلفة يعني الهلال في كل المراحل في السنوات الأخيرة قوي. من قبل قوي، يعني مع الفترات اللي صعد فيها النصر جدا ونافس إلى حصل الدوري في 2019 مثلا، مع الفترات اللي النصر كان يتعرض فيها لظروف معينة، في كل الأزمنة حقيقة أنه الهلال كان مستوى ثابت. أكيد هو قوي، بس لما يقوى النصر الهلال يرفع العيار بلا شك. التنافس يخلق هذا الأمر، هذا اللي قصدي يعني. أنا واللي ممكن يصير، ترى اللي ممكن يصير في الغربية في الفترة الجاية أنه الوحدة بعد صعوده ممكن يخلق هذا التنافس مع الاتحاد الآن. إن شاء الله احنا من صالحنا نجاح الرياضة، بالذات أنه الأهلي فريق له جمهور كبير. أنا مسكريت أنه خسارة الأهلي في كل مباراة أنت تتكلم عن لا يقل نص مليون حتكون خسارة. لا وترى لا. في تنافسات كبيرة جاية، يعني غير الوحدة، يعني التغييرات اللي جالسة تحصل في النصر الآن، انتشاء الهلال الآن، عودة الاتحاد للتنافس على البطولات، هذه الثلاثية كلها حتضرب في بعض الموسم الجاي. بدأنا حنشوف السوبر، يعني هم كلهم بالإضافة إلى الفيحة إن شاء الله موعودين في دوري خطير وسوبر خطير. طيب قبل ما أروح للفيديو الجاي، قلت قبل شوي في كلامك أنه عبد الرحمن غريب مكسب حتى لو راح للاتحاد، انت كشخص اتحادي تتمنى انه ينتقل للاتحاد؟ والله اتمنى كثير، اتمنى انه يجي للاتحاد، وانا ادري انه هو يحب الاتحاد، لكنه صراحه هو اهلاوي ومخلص. بس عبد الرحمن غريب ترى من نوعيات اللاعب الخلوق، اللاعب اللي ما يسوي مشاكل، يعني نادر تلقى مشكله مع عبد الرحمن. بعض اللاعبين مثلا مروا علينا ممتازين، لكن في كل مباراه ياخذ كارت، في كل مباراه مشاكل تكسير. عبد الرحمن غريب ولاء للكره والفن والابداع، يذكرني بيوسف الثنيان. طيب بنروح إلى الفيديوهات، معنا فيديو اليوم للهلال، ومثل ما قلنا في البداية نكرر الآن كل التهنئة وكل التحية وكل المباركة لمجلس إدارة نادي الهلال، لجماهيره، للاعبيه، لمحبيه، لعشاقه، للداعم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ولكل من يحب هذا النادي في أرجاء العالم. نتابع. لاني همتك في السما فوق وتكتب على هذا الزمان الهلالي، وسابق الامجاد وما كنت مسبوق مكانك القمه وروس المعاني، لانك هلالي همتك في السما فوق وتكتب على هذا الزمان الهلالي، وسابق الامجاد وما كنت مسبوق مكانك القمة وروس المعالي، مكانك الملعب نلعب وصير ما تلعب قبل حكي فعلك وما تديش هدف، ميدانك الملعب وصير ما تلعب قبل حكي فعلك والمجد يشهد لك. العالم يتحدث لغاته المرتبطة بالأحرف والأبجديات والكلمات، أما الهلال فلا يتحدث إلا لغة الذهب. مبروك لكل عشاقه. التعليق عندك يا دكتور. شوف هذه الاستيرية أنا فصلتها خاصة لأني متوقع أن الهلال يأخذ بطولة، ولو ما أخذ ما شاء الله الهلال خلصت الأغاني ولم تنتهي بطولات الهلال، الحين ما لقيت أغنية، جبنا ما شاء الله 10 أغاني له. هذا واحد. اثنين،
هي مو نصيحة بس اقتراح، اللي بيتخلص من الضغط والسكر والأمراض يشجع الهلال، لأنه الهلال زي ما قلت زي شركة الراجحي، كل سنة يعطيك أسهم إضافية يعطيك أرباح. أتحدى تشوف الهلال في سنة من السنوات يعطيك بطولتين يا بطولة، يعني زي الأسهم حقة الراجحي اللي كل سنة يعطي أرباح. هذا ثالثا، أنا شفت لقاء للأستاذ القدير أحمد المصيبيح يطالب أنه الأمير الوليد 40 سنة وهو يدعم الهلال وهو العمود الفقري لنادي الهلال في الدعم من سنين ويطالب بتكريمه. أنا أعتقد أن الأمير الوليد من وجهة نظري حسب ما أفهمه أنه تكريمه هو أن الهلال يجيب مزيدا من البطولات، هذا أكبر تكريم له، أنه يكرم أنه كل سنة يجاب له بطولة أو بطولتين. وعلى فكرة ترى هو لما طلع معي سموه الأمير قبل 3 أشهر تذكر، قال المرشح الأول بالنسبة لي هو الهلال، وحطينا المقطع في التيك توك وجاب 250,000. هذا الكلام من 3 شهور كان بين الاتحاد والهلال تقريبا 11 نقطة. فهذا الهلال تتكلم حبيته وما حبيته، هذا شغلك. الهلال قوي، أنا اتحادي وأحلم اتحادي وسأظل اتحادي، لكن الهلال لا تقول لي حكام ولا تقول لي حظ ولا تقول لي فريق من سنين يجيب بطولات من فريق. إذا أنت ما تحبه فهذه مشكلتك، لأنه إحنا أعداء النجاح. إذا دعموا الفريق مرة مرتين، طيب ليش ما نقول آسيا 3 مرات الهلال يحاول ولم ينجح؟ ليه ما قلنا وين الحظ ما خدمه؟ صبر 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 لين نجح. هذا ما يخص الهلال. بقينا ما يخص الاتحاد، طبعا احنا قلنا من بدأ المكارم فليتم. انا مع الاسف مفصلت. شوف سفرك، هذه كنت مجهزها عندي من زمان، فصلتها، قلت لعبت على الخطين على شارعين، قلت يفوز الهلال انا جاهز، يفوز الاتحاد انا جاهز. الاتحاد لا اخفيك كمان، خلونا ما نظلمه، الاتحاد صنع فريق قوي، بطولة، تعاقدات جيدة، هيبة في الملعب، لكنه لين 3 سنين ما جاب بطولة وهذا غريب. الشيء الثاني، أنا أقول لك إن الهلال من أسباب فوزه بالدوري إن الاتحاد في الفترة الماضية يوم كان الهلال مشغول بآسيا، الاتحاد نحى الفرق الأخرى، الاتحاد هو اللي أقصى الشباب، أقصى الأهلي، أقصى النصر بطريقة أو بأخرى، فاز عليهم. فالهلال جاي طل وغلب على الكل. نعم الهلال جدير، وأكبر جدارة فيه إنه حنا مباراة الطائي ما نخسرها، اللي أمس قبل أمس يا أبو المفروض نفوز 3، قل شيء إنه نقول والله أخذناها تعادلنا بالنقاط مع الهلال، لكن ذلك لم يحدث. نجي نسأل عن الاتحاد، الاتحاد من يوم ما جاء حمد الله بدأ يتراجع، أنا ما أدري إيش السبب، أنا ما أتهم حمد الله، لكن أقول لك إنه أيضا من يوم ما جاء حمد الله بدأ يتراجع. عد كم هزيمة بس الفترة الأولى الحمد الله مع الاتحاد، بالعكس بس بدأ يسجل، بدأ الاتحاد ينتصر، كان محافظ على صدارته. مباراة الرايد ومباراة النصر، بعد كذا 3 تعادلات و3 هزائم ارجع لها. لا بس ليش رابطها بحمد الله؟ لا انا ما ربطتها، انا اقول لك انه هم يقولون انه حمد الله قواهم. لا لما جاء الاتحاد حمد الله كان، لما جاء حمد الله الاتحاد كان الاتحاد ففرق على الثاني 10 نقاط. الموضوع المهم ان الاتحاد ترى ما كان في شخصية البطل. اعطيك دليل، مباراة الاتفاق والاهلي نفوز مباراة الفتح والاهلي نفوز الشوط الاول 3-0، الشوط الثاني يا دوب نتعادل ولا نفوز. ما كان، كان الفريق خلينا نقول يمشي بالحماس والبركة، لكن ما في شخصية البطل. انت البطل ما يمكن انك تنهزم من الطاقم. شوف شوف يا دكتور، كان قريب من كأس العرب ولم يكتبها الله. نعم. كان قريب من 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 كأس الملك وخرج من دور الأربعة والدوري، مباراة صعبة. كان قريب من الدوري ولم تكتب، إن شاء الله الرابعة ثابتة تكون ويفرحون جمهور الاتحاد. أبو يحيى كانت السنة ذي لقمة سائغة، 11 نقطة بيننا وبين الهلال. أنا أقول لك، أنا يؤسفني أقول هالكلام وأنا اتحادي، لكن الآن في الأفق أنا أقول لك 5 سنين الجاية صعبة على الاتحاد، لأنه الفرق قوية يا أخي. الهلال ذا فريق أسطوري، ومما يقال ويصادق عليه أنه واحدة من مشكلات الاتحاد أن منافسه الهلال. الهلال فريق قوي جدا في المنافسة. بالضبط. لا والنصر جداً. النصر قوي، حسنا الجاي حتشوف فرق قوية. طيب.